الختام للمهرجان، كيشهد مشاركات ايضا محليه، كيشهد مشاركات وطنيه ومشاركات دوليه اللي كتساهم في الاغناء ديال الرصيد الثقافي لمغاربه العالم بصفه عامه. الهدف ديال المهرجان كان منذ البدايه هو تثمين التراث الثقافي المغربي بصفه عامه وتراث جهه سوس مسا على وجه الخصوص، ولله الحمد حنا نجحنا اننا في هذه الدوره هذه اننا نكرسوا هذه التعدديه الثقافيه اللي كيتميز بها المغرب. ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا للناس ديال تارودان، كنشكر المنظمين ديال المهرجان الدولي، وحنا جد سعداء باللقاء ديال هذا المهرجان، وبكل فرح المجموعه ديالنا كلها فرحانه بهذا المهرجان. والمجموعه ديالنا باديه من 2001، عندنا تقريبا شي 16 البوم، وشاركنا في مهرجانات داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبة كان دي ميزان مجموعة ديالنا كتمثل ميزان هوارة، اللي هو ميزان هوارة غني على التعريف، كنديرو كنخدمو الميزان بتير صغار وفردة، وكنخدمو الشعبي ديالنا اللي هو حمادة. حمادة كنديرو تاني بالإيقاع ديال البنادر الكبار. وشكرا. فرسان الخيالة فرقة ديال عبيدة الرما من مدينة سوق السبت ولاد النما يقليم في خيب الصالح جهة بني ملال خنيفرة. هذه المجموعة تأسست سنة 2013، من أعضاء ديال المجموعة اللي تكبروا وترعرعوا داخل نشاط وتراث فن عبيدة الرما في المنطقة اللي معروف بها وكيتشهر بها. ما يمكنش تلقى حتى شي قبيلة في المناطق اللي عندنا في جهة في خيب الصالح أو بني ملال اللي ما كايناش مجموعات ديال عبيدة الرما. لهذا هذه المجموعة تأسست لغرض واحد وهدف واحد، وهو الحفاظ على هذا الموروث الثقافي ديالنا اللي كتميز به المنطقة ديالنا، أولا باش حنا نستمتعوا به، ثانيا باش ننشروه داخل كل أرجاء المملكة وخارج أرجاء المملكة المغربية. أنه واحد التراث زوين اللي كيستحسنوه جميع المتلقين، جميع الجماهير المغربية. المجموعة الحمد لله عرفت واحد التطور، شاركنا تقريبا في 8 ديال الدورات ديال المهرجان الوطني لعبيدة الرما اللي معروف، كتكون فيه غير 23 مجموعة من بين أحسن المجموعات في المغرب، كدوز إقصائيات وكدوز. شاركنا بالإضافة إلى ذلك في عدة مهرجانات وطنية ودولية اللي فيها فنون وتراث مختلف ومتنوع. اليوم كتجيبنا الفرصة الحمد لله عند الجمهور الرائع ديال مدينة تارودانت، وفي هذا المهرجان الرائع اللي صراحة ننويه بالتنظيم ديالو، ننويه بطريقة الاستقبال، وبهذا الجمهور الرائع اللي لقينا معاه واحد التجاوب واحد التفاعل رائع من بين أحسن الجماهير تقريبا اللي كنتجاوبوا معاها. ومن هنا كنشكروا يعني جميع القائمين على هذا المهرجان، وكنشكروا هذا الجمهور الرائع، وكنشكروا الصحافة حتى هي بدورها اللي مهتمة بهذا المهرجان بجميع أطيافها، وكنشكروا الجميع وشكرا لكم.